أولا نريد أن نصل إلى أمر، وهو الأمر مهم جدا، مهم جدا، وهو مسألة القناعات. هذا الإنسان إذا اقتنع أن القرآن الكريم مهم جدا بالنسبة إليه، ولذلك إنه لن يتنازل عن ماذا؟ عن اهتمامه وعنايته بالقرآن الكريم وتخصيص أوقات للعناية بالقرآن الكريم. مثل هذا الإنسان عنده ماذا؟ عنده وجبات، وجبة الإفطار، وجبة يعني الغداء، وجبة العشاء، وجبة بعض الوجبات الخفيفة، فتجده ملتزم بهذه الوجبات. لماذا؟ لأنه يعرف أن الجسم يحتاج إلى هذا الغذاء، وكذلك كمان القلب ألا يحتاج إلى التزود بهذا الزاد الذي كما قلنا ينفع هذا الإنسان في الدنيا وينفعه في الآخرة، ويجلب له الكثير من أسباب الفوائد، من ضمنها السكينة والراحة، خاصة اليوم المسلم يعني لديه كثير من الاشتغالات والأعمال وارتباطات يعني تسلب عقله وذهنه وقلبه، فيحتاج إلى ما يطمئن هذا النفس. وهناك أسباب كثيرة من ضمنها الصلاة، أرحنا بها يا بلال إذا أقامها بالخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. من ضمنها أيضا قراءة القرآن، من ضمن قراءة القرآن ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الإنسان يعني اليوم ظهرت يعني عندما تطالعنا يعني وسائل الإعلام مختلفة، وجود يعني حالات من المسلمين، حالات انتحار، حالات أمراض نفسية مختلفة، اكتئاب وغير ذلك، تستغرب كيف يصيب المؤمن هذا يعني هذه الأمراض وهو عنده هذا الكتاب العزيز. إلا لأنه لم يعتني بهذا القرآن عناية صحيحة، وإلا لذهبت عنه كثير من هذه المشاكل وهذه الأمراض وهذه الابتلاءات. الإنسان يغتر بالدنيا، ولكن أمور كثيرة جدا يغفلها من أمور الدين تكون سببا لراحته في الدنيا والآخرة. نحن الآن نعيش بحمد الله في بلد آمن وفي رخاء واستقرار فضل الله سبحانه وتعالى. هناك من يعيش في ضنك من العيش وفي صعوبة شديدة جدا، حتى أنه لا يجد في أحايين كثيرة لقمة العيش له ولأولاده أو دواء أو ما إلى ذلك، فيعيشون في شدة من هذا العيش، ولكنهم ما الذي يخفف عنهم؟ يخفف عنهم تمسكهم بهذا الكتاب. حقيقة يعني سررت عندما رأيت في بعض وسائل الإعلام والتواصل يعني في غزة أكثر من 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في ظل ما يعانونه من حرب ويعني تهجير وغير ذلك، فتجدهم تفرغوا لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وقاموا بالسرد، يسردون القرآن في يوم واحد في جلسة واحدة. أكثر من 500 حافظ وحافظة، بعض النساء عندهن أولاد
أتين بأولادهن وما إلى ذلك، وشباب وغيرهم أتوا لسرد هذا القرآن. وهذا يعني مرحلة ليست سهلة، يعني مرحلة السرد يكون شخص يعني ما وصل إليها إلا بعد جهد كبير جدا، يعني يستطيع أن يسرد القرآن كاملا في يوم واحد، يعني أمر ليس سهلا. ما تعال من لا يقرأه من مصحف، يقرأه من حفظه. يعني ما أنت تراجع سورة واحدة وتغلط فيها، كيف أنت تراجع 30 جزءا في وقت واحد؟ ويأخذ بالساعات، لكن مع ذلك ماذا؟ مع ما يعانونه كما قلت من جوع وصعوبة في المعيشة وتقطع للكهرباء وغير ذلك من شدة، لكنهم ماذا آنسهم؟ آنسهم القرآن الكريم. لذلك أي أمة وأي إنسان أراد النصر والتمكين والإعزاز من الله عليه بالقرآن الكريم. إذن كما قلت هذا واقع حي، لا نتكلم عن أمور خيالية، وإنما واقع حدث قبل أيام. يعني وصول هؤلاء إلى هذه المرحلة أمر يبشر بخير، وهذا ينم عن جهود. يعني طالعتنا طبعا أخبار قبل ذلك بتخريج مجموعة كبيرة من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومن حافظات كتاب الله سبحانه وتعالى بالمئات بل بالآلاف. نحن ما عذرنا، الحمد لله كما قلت نعيش في بلد طيب آمن، وتوفرت فيه أسباب الراحة، المساجد مفتوحة 24 ساعة، ويعني المصاحف وكل شيء متوفر. تذهب إلى أفريقيا يعني مصحف بعضهم ما عندهم، مصحف واحد يتداولونه، كل واحد ينقل منه في لوحه حتى يحفظ تلك الآيات. ذهبنا إلى أحد الدول الأفريقية قبل فترة، يعني تجدهم يعني مصاحف بعضهم مهترئة وكذا، فتجد يذهب وينقل من ذلك يعني النص الذي يحفظه صفحة أو صفحتين في اللوح الخشبي الذي لديه بتلك الوسائل البسيطة، وينقل ذلك المقدار ويجلس عليه يحفظه من ذلك اللوح، لوح بسيط وأدوات بسيطة، ويفترش الأرض، لا توجد كراسي، لا توجد مكيفات، تحت شجرة يجده جالسا ويشتغل ويقرأ، ويقومون من قبل الفجر. يعني ما شاء الله في أحد المراكز ذهبت إليها، يعني من أجل إيش؟ يعني طبعا هذا من أوقات المباركة وقت السحر، يعني كما قلت يعني أسباب الدنيا لم تتوفر لديهم، لا توجد الأكلات والشرابات كما يقول لك أسباب الراحة، لا، مساكن بسيطة وجلسات بسيطة. بعد ذلك كما قلت يذهبون يعني بعد يعني الفجر يجلسون في هذه، يقومون قبل كما قلت طبعا قبل الفجر، ويراجعون هذا المقدار الذي حفظوه، وبعد ذلك في الصباح يبدأون في حفظ المقرر الجديد، ويستمرون ويجلسون. رأيتهم يعني إما سجادة بسيطة يجلس على الأرض تحت الشجرة أو تحت يعني أكواخ بسيطة عن حر الشمس، وتجده ما شاء الله بالساعات لم تشغلهم الدنيا وإنما شغلهم القرآن الكريم. في اليوم أكثر من 10 ساعات إلى 13 ساعة وهم على القرآن الكريم من الصباح إلى المساء إلى بعد العشاء، أوقات طبعا في أوقات للراحة وأكل بسيط جدا، لكنهم
كل ذلك ماذا؟ لم يشغلهم عن القرآن الكريم. فالذي يقول نحن كذا وما توفر عندنا كذا ما كذا، انظروا إلى أحوال غيركم في أمور الدنيا، ينظر إلى من هو أسفل منه، أما في أمور الآخرة ينظر إلى من هو أعلى منه. فلم تتوفر لديهم أسباب الدنيا، لا توجد كراسي ولا سبورات ذكية ولا غير ذلك من أسباب يعني التعليم، أمور بدائية بسيطة جدا، لكن ما شاء الله يخرجون من تلك الحلقات حفاظا، يعني ذلك المقدار الذي كما قلت يحفظونه ويكتبونه، يعني يحفظونه بالكتابة، النص الذي يحفظه يكتبه كاملا بيده بالحركات بالفتحة والكسرة وغير ذلك، حتى يعني يضبط ذلك النفس النص ويعرضه طبعا على المدرس، وإذا كان في أخطاء يعدل له، هكذا حتى يضبط ذلك النص حفظا وكتابة، يعني كامل القرآن يضبطه بهذه الطريقة، النص الذي يحفظه يكتبه ويتدرب على كتابته حتى يحفظه كتابة بالحركات، ويحفظه في قلبه في صدره بضبط ذلك الحفظ، ويردده يعني مرات، وإذا أخطأ مجردا ارجع ويعيد حفظه حتى يتقن ذلك المقدار الذي ينوي حفظه حفظا متقنا.